عسلامة، مرحبا بكم من الناس الكل. عدنا والعود أحمد، وإحنا تو في ألمانيا دوب عمل دوش. باش نمشي دار نسابي، توحش الموتور متاعي، توحشت. أول حاجة شنو نعملها؟ قلت للمدام برا امشي أنت والبنوتة بالكهرباء، وأنا نخلط عليكم بالموتور، وقعدوا معايا خلينا بالزبشي ونمشي مع بعض. تويك باش نمشيو مع بعضنا، نحذي الموتور هذا باش نستعملو كوم ميكرو باش نبدا نحكي معاكم من الموتور. صور القدام والتالي وكذا كون. يا ربي يا ده مضبوط، والكاسك هاي سيدي نقص ضرب مع بعضنا وخذ معايا. هذا الموتور، هذا برشا ما خدمتهاش عندي بالطبيعة جمعة وأنا في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، تك عملوا هكا، بسم الله بسم الله بسم الله. الموتور لازمها تسخن شوية، الوقت هذاك انا باش نحط فيه السيبور نتاع الكاميرا، باش نحطه في الفولون باش الموتور تسخن شويه. سيدي دوبا عبيت ليسونس، دوبا عبيت ليسونس هيك، حطيت الكاميرا والبورتابل، ركحت لهم امورهم ثم باش نجم نصور روحي ونصور الطريق من قدام بالكاميرا اكشن. وبسم الله ان شاء الله يكون الميكرو راكح زاده باش نجم الصوت يكون واضح كومي الفوق. حطيت الكابل انا ركحته، حاسيلو طريقة عروبي باش نجربها اول مره، فهمتني؟ كم الميكرو ركحته وغلفته، فهمتني؟ هاي برا عاد فهمت شو مسخت وحلت تاعها الكلب. بسم الله، توحشت الموتور برشا والله، رغم اللي جمعة كاو بيانسير ما شفتهاش، اما توحشت كمان برشا. انا باش نعملو دورة مازال مع بعضنا، باش نمشي لدار انسابي ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله الصوت يقعد راكح والكابل يكون قاعد معناتها راكح باش يسجل الصوت، سينو الله غالب معنا ما نعملو وفرة هذاك الموجود. لازمني نبتكر وقت طريق اخرى، نحط دوبل كاميرا اكشن، واحدة القدام واحدة التالي، فما عرس هانو قدام نخسر له شي يعمل كيف والله. شو مش دار انسابي تبعد 30 كيلومتر تقريبا، هاني قاعد نصور بالاكشن كاميرا ما لقيتش كيفاش نحطها، القدوم عبي حاطط بلاست جي بي اس وبلاست البورتابل وبلاست الكاميرا لور معبي. الشيرة هذه فيها السيرفو متاع الزيت، سي نورمال ما فيهاش بلاصة كيف ما الشيرة اليسار. على ذاك لازمنا نبتكروا طريقة أخرى، ما نعرفش كيف إن هي الله أعلم. ما نحبش نحط الأكشن كاميرا في الكاسكة، خاطر بصراحة مهما يكون أول حاجة كوم ممنوع، أول حاجة ممنوع، فهمت؟ ذاك أهم حاجة، ممنوع تحط أي جسم صلب يغير ال الفورم نتاع الكاسك، فهمتني؟ وثاني حاجة حاطتك على جنب هاك بلاصتها، ريتو بلاصة الكاميرا ثميكة، وقت اللي تبداش نصور حاجة أخرى تو نشوفو، تو نجربو هكا وهكا يعمل الله دليل. أنا نتمنى أنه يقعد راكح الكابل، خاطر مرة جربت زادة بيكوتور سون فيل، الحس ولا غالب متاع الهواء واحد، ومعات ولا ثم حد شيء معناتها شيء عيف ولا بالرسم هاك علاش. تو مالجري وانو انا تو مركح الكاميرا قاعدة تصور شوية في الماسك متاع الموتور، مش مشكل، ما يقلقش ميساج، ما هوش مشكل. كان الصوت يبدا مزيان. شيخ على الفيديو، انا واحد من الناس اخذ شيخ على الفيديو. ايش اللي شاب بالطبع معناته اوريجينال، ما فيش يعني
بو كرابوفيتش ولا حاجه باش يبدا الصون الحس نتاع الموتور صاروخ. مي سافا مريقا لك باهي كفاه معناتها يكفي كفايه. مالكش نهار من نهاراتهم بدلوه خاطر مازالت في الجارونتي جديده شاريها ما نحبش نفرحها جارونتي تاعها نتاعها. بسم الله الصوت واصل مريقا ان شاء الله ان شاء الله. فما حاجه هنا اللي هي تضرب هنا اها هذا الخيط نتاع الكابوش خيط الكابوش عامل عليا بون كيف تاع اليوم الاحد طبعا اليوم الاحد 25 جويلية. دوما عبيت انا الموتور شعل الريزيرف مشيت نصب لها في الليسونس 6 رواتب. هي البلان تاعها 10 رواتب معناتها 3.5 رواتب ريزيرف نتصور انا. باهي تبدا تنبه معناتها شخص شخص وكل الميكرو يبدا والله نشيخ عليه وقت والله. ذا الكياس 30 كيلومتر في الساعة سرعة محددة. ديريكت خد من ناموس والكاسك كروس طبعا ما هيش كيف ما كاسك روت ولا حاجه تبقى مسكره الكل. بس عاد ناموس يدخل حتى في وسط المرايات ويقعد يحوس مكرس. وو 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 مازلت واهق والله. هي جديدة الموتور وانا ما زلت خايف منها. زلت محترمها برشا مقدرها مانيش مخرط عليها كبير. سخونة الدنيا وجاب ربي لبست جيلي والله جاب ربي لبست جيلي كمان برا. والله والله الخرا هذا فدتني هذا الزب ورمو. كان في بالي راني ربطت انا طلع على سايبنا اش تنفخ يا خلي هذا رمو. تقريبا
نوقف الركاحة زعما هذي. حطك هنا. شريت شوية الفو مو بالكابتور، كابتوني نجري فوق الخمسين شحال اللي يحب. شو يعمل كيف والله؟ خاص كان صوت مريقل. واو تو شوف انا نلقاش في الامازون دي ميكرو سون فيل وبيان سور معناتها على ضد الهواء، فهمتني؟ يعني في الهواء ما يبداش يحس تخرويش، فهمت؟ اكيد ثم اكيد، اما لازمكم كومباتيبل على البورتابل، فهمت؟ يس في البورتابل على يكبري بالبورتابل نسيرش سيرش نحن لها ولا لكم و... فهمتني؟ العجلة في السماء يا معلم يا معلم، المعلم يتكلم. سيعمل كيف عسل والله، عسل الدنيا يا عسل الدنيا، برجليه اللهم صلي على النبي. هذا معلم سلموا عليه والله، شي يعمل كيف خارج مع الرمبون محلاه الضربة، كل ما يتسماش كبرش سما قرصة نقرس. حيت 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 حيتك حبيبي، سواء امورك مزيانة، احنا اللي جماعة المطورات الكل نحيو بعضنا، فهمت؟ نحيو بعضنا هكا بزوز صوابع فيكتوري على جنب باو بلا فهمت، نعملو هكا لبعضنا فهمت. نعملكم اغنية مزيانة سالم شيت ديت ميس دانا دانا شيت ديت دانا دانا. Yo sexy lady sample when I send out a pizza for the Tony on a chin that bitch miss da 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 da. Yo the hour remember. Yo get busy alo or da 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 da. والله ما احلاها تونس، والله ما احلاها تونس، والله ما احلاها تونس، والله ما احلاها تونس، وما احلاها جمعه. الله غالب تعديت فيسا فيسا ميكو مام، صليت على الوالد والوالدة وعلى اخواتي وعلى احبابي وعلى الناس اللي يحبوني ونحبهم واصحابي بالجملة وبالحملة، فهمت؟ عديت وقت مزيان برشا، ف
فما حاجات ياسر، حاجات بوزيتيف، فما حاجات نيجاتيف اللي ما عجبونيش جملة، اللي هو برشا عباد مرضى بالكورونا ومرضى بالكورونا 300% مالغري سا يخدموا، مالغري هذا الكل يخدموا ويحوصوا ما على بالهم حتى حد، لا درجة ما عندهم ضمير. يا لطيف والله خفت، خفت خفت بالحق، خفت بالحق. كيف شفت ياسر عباد معناتها متهورين وما على بالهمش ويخرجوا هما مرضى، فخفت من الإصابة بالكورونا في تونس والله، خفت برشا والله. كيف عملت البي سي ار تيست وانا مروح، والله صدقوني، والله صدقوني في الفجر فقت يجي مرتين ولا ثلاثة، هيا امشي عاد. وانا بالحق مفجوع، قلت الله غالب، الله لا يقدر، وكان واحد مريض معناتها شكون عداه، برغم اللي ما خرجتش معناتها قعدت بحذا واحد برك صاحبي وعشيري ولابس ماسك زاد بحذاه الوقت الكل، ونعقم انا وياه ومعناتها محافظين على التباعد وكذا، والله سلمت على حد. مي سبحان الله، تعرف يجيك البلاية غافل، فهمت؟ خاف واحد على نفسه وعلى غيره، فهمت؟ ما تصوروش كيف طلع على التيست بوزيتيف قد فرحت والله، والله فرحت فرحة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله فرحت. وياسر عباد فرحت كي راتني، الله غالب. فما عباد اللي ما نجمناش نقعدوا مع بعضنا، الله غالب الله غالب. مرة جاية والحي يروح ونتلقاو في الخير والعافية إن شاء الله ديما، هذيك هي الفايدة إن شاء الله. أما والله جمعة قصيرة ما باهية برشا، باهية برشا. الحاجة اللي عملتها أنا بوزيتيف اللي خممت فيها داير من المان معناتها من اللي قبل ما نهبط لتونس، قلت أول حاجة شو نعملها يلزمني نقضي اللي حاجتي به الكل، اللي حاجتي به الكل في ألمانيا، وباش نقضيه نقضيه من أول نهار. وإفكتيف ما قضيت على الأقل بنسبة 70% الحاجات اللي حاجتي بهم في ألمانيا، وارتحت. عاوني باش من بعديك نتفرغ للمحواس وكذا وكل، ما نقعدش بعد كل مهبول في آخر دقيقة، فهمت؟ الحمد لله الحمد لله. كاية سادة 30 ثلث بتت الطيب. هكا ونخلط واحنا على الضوء الأحمر، مش مشكلة. تراشني هلا في عيني على جنب، اكيد ناموسه يلعن بوها الكلب، يلعن بوها الكلب برا توا والله. سب عجبتك كان عيني انا ندين والديك، لا زك امك. هاك نحاولوا ما نعمل نقولوا حتى حاجه من هيك. ناموسة القات معناتها تدخل كان في عيني. والله غريب، مشيت على جنب لين بعبسط بالله. لحظة خلنا نك نحيها، لحظة لحظة بالله لحظة، خل نسكر هذه أثناء. هي هي نعم بوها الكلب خروات. برا توا ضرب الكلب، دخلت على جنب. كرا
برا سيدي. ولا مونطون خا نربطو الخريع هذا، فهمت؟ خا نربطو سيدي باش ما يقعدش مروح علينا. سامحونا يا جماعة والله، وحتى ما نعرفش كيش دخلت على جنب جات في عيني. والكروس والسوبر موتار ما هذوك هما الكاسكيت نتاعهم، تركب لها كاسك اخرى تدرعها، فهمت؟ سو بنتي تطلب فيا ان شاء الله تفهم اللي انا نسوق. بيت تسريح سرح عارف والله، ان شاء الله اكون صورت حاجه فيها على الاقل والله، خاطر الله غالب زين يشوف سبور ولا حاجه باش الكاميرات تبدا محطوطه مشايف تصور كل شيء. وما انا قلنا المره الجايه ديما فيها سكة من هنا على هذاك المقطع. برشا مرات باش ينجم قلبه يعطيه، ينجم ربي يحفظه.